مشاهدينا اكيد بعد هالفاصل رح نروح هلا لفقره ورح نسولف فيها كثير مع وهج. خلينا نشوف شو عندها سوالف قديمه بدها تحكي لنا اياها. وهج اكيد بنتها بحلقاتنا لا غنى عن السوالف اهلنا، لانه هاي طبعا هاي السوالف هي يعني نشوف فيها النكهه الحلوه، ترجعنا الايام الحلوه، تنطينا هذا الشعور الفعلا حلو، يمكن اشياء بسيطه الا انه تاخذنا لزمن بعيد جدا. صح، وهذا الزمن كثير حلو صراحه انه نرجع نسمع القصص. احنا اشتقنا يعني نقعد مع اجدادنا، وكثير في ناس يعني للاسف عم يفقدوا يعني الاجداد تبعونهم اللي هم من هذاك الوقت، من هذاك الزمن الحلو، ويسمعوا القصص اللي كانت تصير معاهم. ويعني وبتذكر كمان حتى مرات كانوا يضلهم يعيدوا لنا القصص بس ما نزهق، وتحسيها بكل مره تسمعيها اول مره جديده. فعلا اكيد بنت اليوم بفقره سوالف اهلنا راح نتحدث لك وللمشاهدين عن الكاروكي. عمرك سمعتي بهذا المصطلح؟ هذا الكاروك اللي هو سرير البيبي، يعني هو لفظ طبعا يطلق على السرير اللي هو المهد الطفل قديما، ويعد لازم يكون قبل الولاده طبعا. الكاروك يتم تصنيعه قبل الولاده، ويصنع طبعا من الخشب، ويتم تعليقه في سقف الغرفه، والاوتو كيو علق اوكي. بس الحلو بالموضوع انه الاجواء اللي تم صناعه بها الكاروك، يعني انت تخيل اليوم انه عائله عندهم بيبي جديد، ممكن يكون البيبي الاول، فتخيلي شلون راح تكون تحضيرات العائله، وشلون هم ممكن انه يصنعون هذا الشيء بايدهم. حلو. تخيلي كميه المتعه، كميه الحب، كميه الجهد اللي يبذلوه حتى لما يجي البيبي ويشوفوه بخير وسلامه ويقعد بهذا الكاروك. طبعا مثل ما ذكرت هو يتم تعليقه بسقف الغرفه او على جهه معينه. يا ريت لو صرت تساعدنا بالاوتو كيو، لانه يعني مثل ما ذكرت انه يتم على اللي هو افرع الشجر بواسطه الحبال، وبواسطه يتم اسكات الطفل لما يبكي عن طريق انه احنا نهز هذا الكاروك بلطف لما نشوف امامنا بالفيديو. ويتسابقون الاطفال طبعا منو اللي راح يهز هذا الكاروك، وممكن تكون الامهات يضعون الرمل مرات تحت الطفل الرضيع كوسيله لامتصاص البلل. لكن في عصر هذا طبعا تم الاستعاضه باسره حديثه تختلف اشكالها واسعارها باختلاف خاماتها. الكاروك طبعا هو من الادوات المستخدمه من قرون بعيده، والى حد وقتنا هذا يمكن كثير من الاشخاص صاروا يستعيضون مثل ما ذكرنا بالاسره الجديده، لانه بعض العوائل البغداديه والعراقيه الاصيله ما زالت محافظه على هذا التقليد. وطبعا بيع الكاروك يشهد دائما اقبال واسع حتى في ظل التطور اللي يشهده العالم الان. والكاروك يأتي ممكن على أشكال وألوان وتصاميم مختلفة منها الخشبي، وهو المعروف منذ القدم، ومنها اللي ظهر حاليا اللي يتم صنعه من البلاستيك. يمكن بنتها رغم كل هذه الصورة الحلوة اللي نشوفها ورغم القصة الجميلة وراء هذا الموضوع، إلا أنه أكو بعض الناس يمتنعون من وضع أطفالهم بالكاروك لأنه يعتبروه تخلف. مع العلم الطفل إذا كان يبكي وتخليه بالكاروك وتهزيه مباشرة راح تحسيه هدأ وسكت ونام أصلا داخل. فعلا هذول الناس يمكن امتنعوا من وضع أطفالهم بالكاروك، ويفضلون أن يخلوه على الأرض مثل يمكن على طريقة الأوروبيين أكثر، لأنه ما أعتقد هيش تقليد موجود عندهم. ولكن رغم هذا يبقى الكاروك من الموروثات الشعبية الأصيلة العراقية اللي ما ممكن أنه شخص ينساها أو ممكن يستغني عنها، لأنه مثل ما ذكرت الموضوع هو ويانا من يمكن أجدادنا تربوا على هذا الشيء وانولدوا في ظل وجود هذا الاختراع، وما زلنا إلى الآن إحنا نحاول نحافظ على هذه المواريث. حتى لو كنا احنا ما ردنا نروح لموضوع الفائده من عنده، الا انه احنا نحافظ على هذا الموروث ونحاول نخليه من عندنا لاولادنا. نحس هذا راح ينطينا يمكن نوع من انواع الهويه اللي نحس بها. صح، انا حسيته بس صراحه كثير صغير وممكن البيبي يوقع منه. لا، ما هو حسب عمر البيبي، لانه مرات انه هو البيبي يوصل عمر معين ما يكفي الكاروك، او البعض الاخر يسووه بحجم اكبر. بس هي لانه احنا بنخاف انه نعمل شيء مفتوح من الجناب للطفل، عرفتي؟ فانه يعني بطلع عليه عم بقول انه لا، يعني في شوي بخوف، بس انه لازم الواحد يضل جنبه يعني عادي، لانه تخليه لدعامات من الجوانب ما راح يوقع البيبي. لا، احنا هذا يقولون بالصحة والعافية كلها. يعني اجدادنا وخالاتنا وعماتنا كلهم لازم بكل بيت تلقين موجود واحد قديم محتفظين به، حتى حلو. لو ما يستخدموه الان الا انه هو موروث وموجود وياهم. بالضبط، حلو كثير. طبعا يعني اول مرة بعرف الاسم هذا، وبعرف انه كيفية صناعته كمان صراحة، وشغلة كتير حلوة يعني.
تعليقا على موضوع انه يمكن في ناس بيعتبروه تخلف، لكن الفكره من الموضوع يعني انه لما يبكي الطفل انت بتحمليه وبتهزيه. صح. فيعني ما فرق كثير انك تحطيه تهزيه بالكاروك او انك تحمليه وتهزيه، فيعني فعلا الاثنين نفس الشيء يعني، وعلى على الاقل يعني ما يتعود على الحملان. بالضبط. اي وانا احس هذا هاي المواضيع قيمتها المعنويه اغلى بكثير من قيمتها الماديه. اكيد.